بعد عدة معارض فردية بعدد من البلدان العربية والأجنبية، تم افتتاح المعرض الجديد للفنان التشكيلي المعاصر رفيق مجذوب. تضمن هالمعرض يلي حمل عنوان كرونيك بلو برينت مجموعة لوحات جسدت مراحل حياته وتقلباته. كل التفاصيل بهالتقرير. خلال 25 سنة من العطاء بعالم الفن، كان الفرق ملحوظ بأسلوبه. طبع عالم الرسم ما بعد الحرب خصيصا، انتقل من حقبة لحقبة، من أسلوب طفولة بسيط لفن الأوتوبورتريه بطريقة قاسية وهزلية. لوحاته بتنعرف تلقائيا، إذ أسلوبه خاص ومميز. هو الرسام اللبناني رفيق مجذوب اللي بركز أعماله ليعالج مواضيع اجتماعية سياسية وخاصة بالإنسان، واللي لخص مسيرته آخر معرض فردي له كرونيك بلو برينت، معرض ريتروسبكتيف عن بداياته لغاية اليوم اختصرت كل مسيرته بعالم الفن. بتشوفي قد ايه صار في تطور بشغله، قد ايه في اختلاف بالكرييتيف جيرني تبعيته. الحلو انه بتشوفي كل سنه كيف تغير شغله. من اول الفنانين اللي ازدهروا بلبنان بعد الحرب، بقى حلو كثير ينشاف كيف تطور هو شغله مع البلد من 1990 لليوم، وكله هيدا مبين بهيدا الاكزيبيشن اليوم بغرفه بجاليري وحده. بحضور الفنان اللي استأذن عن الكلام، تكلمت كل لوحة من لوحاته عنه، فجسدت كل مرحلة من حياته والتقلبات اللي مر فيها من بداياته عام 1995 لغاية اليوم، من علاقته مع محيطه ومع ذاته، مع الحرب ومع توتراته. فكانت كل أحاسيسه واضحة بريشته وألوانه. معرض جديد لرفيق مجذوب لخص حياته، حياة فنان على الهامش اللي عرضت له لوحاته صالة عرض Art on 56 بمعرض مستمر لغاية 20 تشرين الأول. I much prefer the unframed pictures. It's much more much fitting with the subject matter than some of the framed self-portraits, but it's a really interesting exhibition so far. تجربة علاقة بالشخص اللي هو بيرسمه، يمكن أول بيرسم حاله أو بيرسم شخص تاني، فيها كثير وجدانية مثل العادة، بس زي في شوية جرافيتي زيادة أكثر بالعمل، حسيته جداري أكثر أحيانا، بس معرض كثير حلو وعليه وفقه.